من تظاهرة شعبية كانت مقررة على الحدود الجنوبية إلى إضراب عام لن يتعدى عتبة المخيمات الفلسطينية أحياء لذكرى النكسة بالسبل التي تبقي الفلسطينيين في لبنان تحت سقف قرار السلطات السياسية والأمنية الرسمية القاضي بمنع مسيرة العودة تجاه فلسطين وتجاوز خط الليطان جنوبا. القرار الفلسطيني صدر منذ ساعات قليلة فقط، لم يخف الفلسطينيون قبلها رغبتهم في جعل الخامس من حزيران يوما جديدا على طريق العودة، وإن كان ثمنه شبيها بذاك الذي دفع في الخامس عشر من أيار في ذكرى النكبة. سنعبر على الشوك والألغام من أجل العودة إلى فلسطين. شعبنا الفلسطيني لا يريد توطين، لا نريد حقوق مدنية ولا اجتماعية ولا إنسانية، ولا نريد أن نتملك بيت بلبنان، نريد العودة. كفى 63 عام من العذاب للشعب الفلسطيني. حقيقة نحن أعددنا لحراك باتجاه فلسطين لنعبر على تخوم الوطن المحتل، تمسكنا بحق العودة ولنؤكد مطالبتنا بإنهاء هذا الاحتلال، لكن بالطبع نحن لن نتحرك دون التنسيق مع السلطات اللبنانية المعنية بالمنطقة، ولذلك نحن لا نريد أن تتحول المسيرات الفلسطينية في الدول العربية إلى أزمة داخلية، إلى أزمة فلسطينية عربية. لكن ورغم رغبتهم في تنظيم المسيرة، أكد الفلسطينيون عدم كسر قرار السلطات اللبنانية، مطالبين الجيش واليونيفيل بحمايتهم. نحن نقيم في لبنان إقامة مؤقتة، نحن ضيوف في هذا البلد، لا نريد أن نخترق القانون اللبناني. هناك ضغوط إسرائيلية، ضغوط أمريكية على لبنان، نحن ندرك ذلك، لكن ينبغي ألا ننهزم أمام هذه الضغوط. نحن نحترم قرار الجيش وبنعتبر الجيش اللبناني هو جيش مقاوم، ثقافته ثقافة مقاومة، قاتل الاحتلال الإسرائيلي. نحن نحترم توجهات البلد، وهذه اللجنة هي اللي بتقدر كيف تتحرك المسيرة. وكانت لجنة التنسيق والمتابعة لحملة حق العودة طالبت السلطات اللبنانية باتخاذ الخطوات اللازمة التي تؤكد رفضها التوطين فعلا لا قولا، مؤكدة متابعة التحركات والاتصالات من أجل إزالة قرار منع تنظيم مسيرة العودة.